تقليد سنوي تحرص عليه وزارة الداخلية، وفي إطار دورها الإنساني والمجتمعي في التواصل مع كافة فئات المجتمع، شاركت الوزارة ذوي الإعاقة البصرية الاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء. فقد استقبلت أندية الشرطة عدداً من طلبة مدارس الأطفال ذوي الإعاقة البصرية رفقة مشرفيهم، وتم تنظيم احتفالية كبيرة لهم وتوزيع عصا بيضاء عليهم. عندي أمل فيكم وبيكم، نبني عزيمة وعمل. وتضمنت الاحتفالية رحلة نيلية تخللها الاستمتاع بأجواء مبهجة على صفحة نهر النيل، حيث أثنى الأطفال على اهتمام وزارة الداخلية بهم. أنا موجود في وسط الخليل طاولي مجهود، وحظ الحلوة كن بينكم ولي وجود. جينا على نادي الشرطة استقبلونا استقبال حلو وركبنا على المركب. هو صراحة يوم حلو، كنا مبسوطين جدا صراحة. أشكر إدارة النادي وأحب أشكر وزارة الداخلية والرئيس. صراحة كان يوم حلو، وتسلموا على المجهودات اللي أنتوا بتعملوها معانا، ويعني ربنا يخليكم. بشكر وزارة الداخلية على إنها بتسلم ولادنا العصا البيضاء، وعلى الاحتفالية اللي عملتها لهم الرحلة النيلية، وعلى توزيع المأكولات والمشروبات والاهتمام بجد بيهم. طبعا ده تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفعلا يا جماعة يوم جميل جدا جدا وحاجة مشرفة، وبنشكركم جدا جدا عليها، ونتمنى ان يستمر التعاون ان شاء الله. ايدك في ايدي حبنا تبقى جنة، مش بس غن وده نور جديد بدايته بينا. ومع تواصل الاحتفالات باليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء، تم إيفاد مأموريات إلى مدارس الأطفال ذوي الإعاقة البصرية بنطاق عدد من المحافظات، وتم توزيع عصا بيضاء عليهم، والتي تمثل رمزا لقدرة المكفوفين على الاعتماد على أنفسهم وتحقيق حياة مستقلة. وأشاد الأطفال بهذه اللمسة الإنسانية التي تقوم بها وزارة الداخلية كل عام بالاحتفال معهم بهذه المناسبة. العصاية البيضاء ديت هي اللي بتفيدني في الحركة، وأنا بتحرك بيها وامشي بيها في كل مكان. ادوني عصاية جديدة وحلوة وحلوة. أنا سعيدة جدا وكلنا سعداء جدا بزيارتهم دي، وبنشكرهم على كل حاجة بيعملوها لينا، وبنشكرهم كمان على إنهم افتكرونا في اليوم ده، ونشكرهم جدا ان هما واقفين جنبنا في كل حاجه، وكمان ان هما ادونا هدايا جميله جدا واسعدونا، فشكرا جدا لوزاره الداخليه. ايدك في ايدي حبنا تبقى جنه، مش بس غن وده نور جديد بدايته بينا. وبهذه المناسبة فتحت وزارة الداخلية المواقع الشرطية الخدمية أمام الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية لاستخراج الأوراق الثبوتية ووثائق السفر وتصاريح العمل بالمجان لمدة أسبوع، وهو ما يؤكد على الأبعاد الإنسانية في الاستراتيجية الأمنية، والتي تسهم في دعم ومساندة كافة الفئات.